اسمعي الاولاد لإلي بحرمك من شوفتهم. ها ما بيطلع لك لانه حضانتهم معي. والله جد انا ابوهم ومفروض يتربوا عندي انا. الحضانه الي انا، انا اللي بربيهم وانت بس بتصرف عليهم. انزلي على المحكمه وشوف شو بيطلع معك. طلع شوف لي اولاد عقدتهم خربت نفسيتهم. المذاكرة مش حل، خافوا الله فينا.